راح سمى الخنشر ياه الصندوق هو اللي دوري راه هو الدور يجي ديال الخدمه. كيفاش قلت يا خويا ادريس؟ وبالنسبه ل الا بغينا نخدموا الزيتون دابا حاليا فهاد الوقت الاني اللي تعيشوا كاع الناس اللي تيسقطوا الزيتون راه الا دار في الصندوق ماشي هو ديال الخدمه. علاش اخويا ادريس؟ ديال الصندوق تيبقى مهوي وتدخلوا الهواء. وصل دابا تقريبا الزيتون في عين كرمه ودرهم شحال تواصل كيلو؟ ما بين 16 17 درهم. 16 17 درهم؟ اييه. وشحال كيعطي تقريبا؟ تقريبا ما بين 20 22 هذا العام كاين الحمد لله الروندمون ما بين 20 20 حتى 24 25 وصلت 20 22 واصلات 22 واصلة الحمد لله كاين الحمد لله. وهذا زيتون بوري ولا ديال السقا؟ هذا ديال السقا. هذا ديال السقا. ديال السقا وتبارك الله مخير. ممكن كيفاش تطرق لي شي حبه باش توريني كيفاش؟ تبارك الله انت دابا هنا. دابا هذا. تبارك الله انت شوف باش نعرفوا حنا ديال السقا شوف شحال فيه ديال الماء. ديال الماء. دابا هذا فيه الزيت وفيه فيه الزيت وفيه الماء. تطرق لي شي حبه اخرى عاوتاني تكون كحله بزاف. هاي شوف تكون هذه عاوتاني شوف دابا هذه. هذه فيها الحليب مزيان شوف شوف هذه الكحله هذه شوف هذه الكحله فيها الزيت تبارك الله مزيان الحمد لله والشكر لله هذه نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى تيكرم بها كرمنا بها الله سبحانه وتعالى. وشحال وصل الزيت اخويا ادريس دابا هنايا كتبع عندكم دابا؟ راه 120 ما بين 100 120 درهم. ما بين 100 120 ما بين 100 120 درهم. وراه شوف هي راه دابا ملي تنحسبوا القنطار انه تتباع ب 1600 درهم 1700 درهم راه ما تيخرجش فيها خصوصا المهم المعاصي مساكن تلقاه تيشري مسكين باش شاري ب 1500 درهم ولا 1000 هذا ويعصر وكل شيء الا خرجت ليه في 20 طروش غتبقى لي 100 درهم ديالاش ديال الخدامه ديال الترونسبور راه عنده تا هو اللي فري بزاف ديال الماء ديال الضو ديال بزاف ديال الحوايج. هذه الحقيقه الصراحه اللي تيعيشها خصوصا المهم المعاصي. فهاد الفدان ديال الزيتون بالرغم من انه ديال السقا كيبان لي انه ما والدش بزاف شنو السبب؟ المهم حنا غنجيو نبداو معاك من الاول لحقاش حنا هاد الزيتون راه تخدم بطريقه يعني علميه يعني بالطريقه اللي جاو مهندسين فلاحيين وراونا كيفاش نخدمو زبرنا من الزبر درنا شويه ديال الانكري درنا شويه ديال الغبار وتنسقيوه يعني راه كان غادي بطريقه يعني تنسقيوه انت دابا راه الكوتا كوتا انت تشوف التيو ديال الكوتا كوت ولكن هذيك الوقيته اللي كان تيدير النوار كان منور مزيان جات واحد الضبابه في رمضان في رمضان عاقل يعني في رمضان عارفين بعدها بواحد شهر واحد 15 يوم 20 يوم ما بقى لا زيت ولا كنا حنا هادشي اللي كاين دابا تشوف دابا راه الخير والبركه الحمد لله هادشي اللي شاطر دابا الشجره شحال تقدر تكون فيها من الكيلو تقريبا؟ تقريبا غتعطي ما بين 8 و 9 الكيلو تقريبا 8 و 9 الكيلو ولو كانت مزيان وكان تتعب ما بين 60 كيلو 70 كيلو ما بين 60 كيلو 70 كيلو يعني راه واحد بحال تنقول واحد السدوس اللي طاح واحد تنقولوا حنا ما يمكنش تعرفوا كاين شجره اللي ما تلقاش فيها كاع وكاين شجره اللي فيها دابا الا ولينا زايد عامره على الاخرى تبارك الله هي والده ومزيانه والزيتون انت تشوف تامر ماشي بحال اللي شنا الزيتون الاول اللي وريتك هذا الزيتون تامر مزيان الى ربي سبحانه وتعالى وفق راه تبارك الله والد مزيان ها انت تشوف هذه بيشيلون ماروكان هذه بيشيلون ماروكان هذه الحمد لله في جميع الاحوال الحمد لله. دابا هذيك كنتي كتجربها السنوات الماضيه شحال كان كيعطيك القنطار ديالها؟ كنا جا ما كان لا ضبابه لا والو كان التريتمون ديال الخدمه غادا مزيان كان الحق معنا في تقريبا انا نعطيك حتى سميتو كانت تقريبا 80 شجره تقريبا عطاتنا واحد 30 خنشه ديال الزيتون 30 خنشه تبارك الله 30 خنشه ديال الزيتون مزيانه عامره شحال دابا هذا شحال دابا تقريبا باش تغرس هذا؟ شحال تقريبا عنده هذا؟ دابا سبع سنين هذا سبع سنين الزيتون علاش كيحلم هو؟ هو الا كان الماء وكان سميتو العام الاول العام الثاني راه يقدر يحلم كاين اللي يقدر يحلم عنده دابا العام الثاني راه تيلحقش هو كلشي مع الماء قال الماء غادي يزيد يحلم كما قال الماء غادي يكبر غادي يزيد يحلم شت المنطقه ديال عين جمعه عين كرمه ودرمان كلشي اتجه للزيتون وهو شوف بالنسبه الى ولينا المنطقه دابا الا ولينا بغينا نزرعوا مثلا فرينه او الشعير او سميتو راه حنا هذه واحد 6 7 سنين الفلاح مسكين تيقاسي ومعذب بزاف ماشي شويه معذب بزاف شوف تيبيع بقرة يبيع عجله يبيع قنطار ديال الزيتون يمشي يشري فرينه ويشري لانكري ما كاينش والمردوديه يعني داكشي من عند الله سبحانه وتعالى الطقس والجفاف وزيد وزيد بالنسبه ملي تنجيو تنقبطوا واحد شويه ديال الزيتون وتنخدموه وتنربيوه وتنتقاتلوا معاه راه دابا راه تشوف خنشه ديال قنطار ديال الزيتون 1600 درهم 1500 درهم قنطار ديال الفرينه 220 درهم 230 درهم راه فرق كبير ثلاثه القناطر ديال الزيتون بركه عليا انا ما عندي ما ندير بها الفلاحه كامله
بنادم الا قبط واحد جوج كتارات ديالو ولا هذا وقابلها مزيان وسميتو راه تيخرج بواحد النتيجه في الاخر. هاد الماركه ديال البيشولي المغربي شنو كتبغي؟ هاد شوف حنا اللي بغى الزيتون بيشولي المغربي 60 ما بين 60 و 70 كيلو ديال الغبار في الجدر ياك؟ نعم. الزبير كل عام ما تناقشوهاش، الزبير كل عام والماء، ومين يدير لها 60 ولا 70 كيلو ديال الغبار في الجدر يخدمها بالصبه بنادم يدوز عليها يخلطها كي تنقولوا حنا يخلطها راه غتكون نتيجه مليون في المية تكون نتيجة. وخلاص راه التريتمون ديال الدواء كاينه، راه كاينه الحديده 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 الزرقاء، كاين الدواء ديال الضبابه، كاين يعني المواد اللي خصهم يداروا خصهم يداروا. واخا الطريقه ديال الجني هضر لي على الطريقه ديال الجني ديال الزيت. حنا الطريقه ديال الجني هنا تيتجنى هنا باليدين تيتمرش بالمشطة. بالمشطة. ممنوع من عام كليا انه وهو شوف انا تنقولها لاي مواطن كيف ما كان نوعه اللي عنده الزيتون ما يخدموش بالعصا، ما يضربوش. راه ما نعم. ما يتعماش. لا ضربتيه بالعصا تتعمي له الوراقات ديالو. نعم الخدمه دابا هي المشطة او الحليب. ولا الحليب. احنا دابا طالعين في واحد الوريقه تنشوف هنا الله يجازيك بخير هذه راه طالعه هذه راه طالعه ها هي شتي ها هي طالعه ها هي طالعه ها هي هذه اللي ضربناها بالعصا صافي راه حنا العام الجاي هادشي ما غتولدش كامله هذه دقيس والقضيه ديال الفيبرور اخويا ادريس الفيبرور خدام الفيبرور خدام وتيساعدك في هذوك اللي عاليين وسميتو راه يعني شي حاجه تيخليك غادي مزيان الفيبرور خدام وملي كتوصل الموسم ديال جين الزيت واش كتلقاو مشاكل في من ناحيه ديال اليد العامله اكيد 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 شحال دابا وصل اليد العامله تقريبا راه ما عندهاش الحد لازم نقولك واحد بحال مثلا احنا المنطقه عندنا هنا كاين اللي تيبدا ب 80 درهم حتى ل 120 درهم هذه راه عيل الزيتون صغير ولا تيتمرش نعم نعم الا مشينا للمنطقه مثلا ديال مولاي دري الزرعون نعم. راه كاينه 200 درهم عندهم الشجر الشجر عالي كبير الشجر كبير هذا اللي غيطلع السقاط واللي غيسقط وسميتو راه تيطلع هو هو مريسكي ومتوفره اليد العامله هنايا في البلاد ماشي بزاف لحقاش دابا ولات عندنا ولا عندنا بزاف ديال اشجار الزيتون نعم. هذه المنطقه ديال عين الجمعه عين كرمه الناس تاجوا لهاد الغرس الزيتون نعم. بكثره ومن ما كيكونش الكافي ديال اليد العامله هنا في تلتجئوا لمناطق اخرى نجيبوا اليد العامله مثلا تمشيو تمشيو لدرب العامري مشيو سيدي سليمان مشيو سيدي قاسم مشيو لزكوطه هادو كلهم تجيبوا من يد العامله نعم شنو كيمثل لكم هذا الموسم ديال جني الزيتون بالنسبه للمنطقه بالنسبه للمنطقه شوف كنا تنتسناو شحال هذه كنا تنتسناو الحصاد نعم دابا ما بقيناش نتسناو الحصاد ولا ولينا تنتسناو موسم علاش السنجي. علاش لحقاش هو مربح مربح ما هذه من الاولى مربح ومن الناحيه الثانيه هو اننا تيخدموا معك يد عامله كثيره هما تياكلوا شويه وانت تاكل شويه وكلشي فرحان واخا دابا هذا من الناحيه شنو هي المشاكل ديال القطاع المشاكل ديال ملي كيوصل هذا الموسم هذا شنو هي المشاكل ديال المشاكل اللي كتعانيو منها كانتوما عندكم الزيت شنو هي؟ راه شوف اول حاجه نعم ولينا تنخافوا بعدا كاين حاليا نقول لك واحد القضيه حنا راه يبدا وجد الزيتون نعم تبداو تخافوا من اللي غيسرقوا هذا هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه تبقى تقلب على الخدام واش غتلقاه ولا ما تلقاش تيضرك في راسك بعدا كاين هذيك الوقيته كلها تقلب اللي عنده شي جوج ولا ثلاثه ولا 10 ولا 30 ولا 40 راه قابطهم هنا في المنطقه اللي عنده شي خدام راه قابطهم باش تديبلاصا وتجيبو سميتو راه تيولي يطلع عندك لي فري بزاف تتولي انت عاوتاني خاسر شويه د الفلوس وهذا الشيء كله من السلبيات ديال سميتو ديال هذا الموسم يعني وانا غنوريك واحد الحاجه اخرى حنا دابا رانا قلعت واحد الجهه وبديت زبرت رانا خدمت وغنوريك رانا زبرت واحد الشجرات جاو عندي تقنيين وراو ليا قال لي كيفاش نزبروا غنوريهم لك دابا انا غنديك لواحد البلاصه اللي طرح حدانا هنايا نعم. عاد زبر احنا زبرناهم وغتشوفهم كيفاش زبرناهم بغينا المشاهد يشوفوا الزبير كيفاش كاين حاليا مرحبا ما كرهتش انا اللي قلع دابا يزبر دابا مرحبا نشوفها علاش تترتاح الزيتونه تترتاح ميتة نعم وتتخفف الزيتونه نعم باش الريح تدخلها من جذورها من كل شيء واخا نشوفوا هذه العمليه مع مرحبا مع السي ادريس بعين كرمه واد الرمان المهنه ديالو كيدير الزباره بقاو معنا غادي نحاولوا نقربوكم بالطريقه ديال الزبير مع السي ادريس وفي نفس الوقت غادي يقول لنا شنو هي الاهميه ديال الزبير بالنسبه ماشي غير شجرات الزيتون لجميع الاشجار المثمره السي ادريس مرحبا بك ورينا شي شانتيو ديالك السي ادريس بالنسبه غنحيدوه هذا قيس الارض ما تستافد منه والو نعم نعم يمكن نحيدوه غتحيدوه بالمنشار اييه واخا خويا ادريس انتوما تابعوا معنا غادي يحيد داك الجزر لانه قال لك ما غتستافد منه الشجره والو كاين شي حوايج غير زايدين هنا ما صافي ما عندوش اهميه خصهم يتحيد نعم احنا حيدنا داك اييه ياك مازال غتحيد شي وحده هذه الشجره مازال كتقول عاد تطرق الشجره نعم غتحيد وحده اخر ياك اييه هذيك انا كنقول عاد تربيوها من نعم نعم من الاول ديالك واخا وهادو هادو اللي هاد الصغار اخويا ادريس
هادو النيزه ما عندوش هنا غير تطلع على نعم كيطلعوا على الشجره. نعم ضروري الشجره سيدخل ليها واخ. شوف هذا طالع بحال ما البوط غنستافدو منه اللي طالع نستافدو منه والو غادي نقولو قدام غتوصل له ما والو. شنو هو هي الاهميه ديال الزبير بالنسبه للشجر كما بغا يكون؟ علاش كيزبروا الناس الشجر؟ الاهميه ديال الزبير ان الشجره كتستافد من الماء ومن المواد الكري وكتعطي انتاج. نعم. وما كتموتش واحد السرعه كتطول. دابا انت ساليتي الزبير، شنو هي النصيحه اللي غتقول للمول هاد الشجره؟ شنو خصو يدير لها؟ النصيحه ديالي انا كما قال لي تهلا فيها غاب السقا صافي غاب السقا والمواد الملحه. واخا اللي بغى السي ادريس غنخلي لكم الرقم الهاتفي السي ادريس في واد الرمان عين كما واد الرمان ود المنطقه هنا، اللي بغى يزبر غنخلي لكم الرقم الهاتفي وماشي غير في عين كما واد الرمان، اللي بغى حتى شي بلاصه اخرى يجي لعندو. غادي نقول لكم الرقم الهاتفي وغيعاودوا لكم 06 19 29 56 14. عاودوا لهم اخويا ادريس 06 19 29 56 14. فين نتوما الشانتيو ديال الخدمه ديال السي ادريس؟ هذا هو الشانتيو ديالو، ها انتو الشانتيو ديال الخدمه ديالو، ها الشانتيو ديال الخدمه ديال السي ادريس وخلافات اخويا ادريس ديال الزبير. فين كيمشيو؟ هادو تيجيو الناس ديال الدوار، ديال الدوار نعطيهم الناس ديال الدوار. نعم محتاجينهم. كاين اللي تيعطيهم الكسيبه، كاين اللي تيدير بهم الفران، تيطيب بهم خبيز للوليدات، كاين اللي تيسخن بهم مياه باش يدوش، حتى هما عندهم واحد الاستفاده. تيجيو تنقول لهم سيروا حيدوا دوك العويدات، صافي تنقول لهم حيدوا العويدات بحال ما عطيتيهم مربوطه غاز وعطيتيهم كل شيء. نعم تيجيو مساكن بالفرحه وتيهزوا وتيقول الله يرحم بها الوالدين، وهذه هو وهذا هو النشاط حداته. تنقسموا معاهم كل شيء، الزويتينات والعويدات وكل شيء، وحنا راه كل شيء ديال الواحد ماشي ديال كل شيء ديال الجماعه ماشي ديال واحد. الله يثبت العمل اخويا ادريس، الله يثبت العمل. شكرا بارك الله فيك. هانتوما ها هو السي ادريس، مرحبا بكم. ها اللي خصو شي حاجه يتواصل، راه خلينا لكم الرقم الهاتفي ديال السي ادريس اختصاصي في الزبير ديال جميع اشجار المثمره.